نبدا اول يعني اخبارنا، واكيد هنتكلم عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه نهضه بركان في بطوله بقى السوبر الافريقي اللي هتكون يوم الجمعه الجايه تحديدا الساعه 6 مساء ده بتوقيت القاهره. بتوقيت طبعا الدوحه هتبقى الساعه 7، هتبقى على ملعب السد الاهلي. خليني اقول لحضراتكم النهارده كمان بيواصل تدريباته، وامبارح كان الفريق بدل مرانو الاول واكتفى باداء مران كان خفيف عشان التخلص من حاله الاجهاد اكيد اللي اللعيبه كلهم بيعانوا منها بفترات سابقه. يعني على كل حال احنا بنقول دلوقتي ان الحمد لله المسحه الطبيه طلعت سلبيه لكل اللعيبه، ده اللي احنا كنا امبارح بنتكلم فيه. صحيح. المسحه الطبيه دلوقتي النتيجه بتاعتها سلبيه، وهيبداوا ان هم بقى يدخلوا في الفقاعه الطبيه يعني، والاجراءات الطبيعيه ان هي هتتم ان شاء الله تبقى يعني مباراه جيده. وعايزين نشوف كمان ماتش قوي يعني طبعا. ده كمان احنا كده كده الفوز ما فيهوش كلام، بس احنا عايزين نشوف ماتش كمان قوي. وبعدين البطوله دي بصفه خاصه غايبه عننا بقى لها 7 سنين، فيعني فرصه بقى لاستعاده امجاد الماضي الجميل. طبعا عايزين برضو نتكلم مع حضراتكم عن ثلاثي حراس مرمى النادي الاهلي، محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزه علاء. هم ثلاثه امبارح خاضوا تدريبات قويه جدا تحت اشراف كابتن يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي، وكمان ايمن اشرف خاض هو كمان تدريبات استشفائيه للتخلص من الاجهاد العضلي، وادى تدريبات منفرده تحت طبعا اشراف الجهاز الطبي بالنادي. نتمنى لكل اللعيبه ان شاء الله التوفيق باذن الله. بس قصة كمان الإجهاد الخاص باللاعبين ده يمكن شاهدناه وسمعنا كمان عن لعيبة تحديدا بأساميهم، سواء كان أفشة أو يعني السولية، كان في إجهاد شديد جدا حصل الموضوع أو وصل لدرجة إغماء من بعد يعني مباراة ما، فيعني أو يعني تحديدا كانت مباراة سان داونز. فالموضوع أكيد في ضغط كبير جدا على اللعيبه، عشان كده احنا بنقول برضو بيسو موسيماني كان حريص على عقد كمان محاضره نظريه مع اللاعبين ده قبل انطلاق المران عشان ياكد فيها على ضروره كمان يعني التركيز. وطيب بقى صفحه دوري ابطال افريقيا، انت عارف ان احنا بطولات ورا بطولات يعني الفكره ان فعلا كل حاجه بننتهي منها لازم يتم التركيز فيما هو اتن. فاحنا عايزين نحقق فوز، عايزين نتوج بلقب السوبر الافريقي. وخليني اقول لحضراتكم كمان موسيماني اضاف هنا ان البطوله السوبر دي مباراه واحده فقط زي ما احنا عارفين من 90 دقيقه، يعني ما فيهاش بقى اياب وذهاب والكلام ده ونقاط، خلاص اللي بيكسب هو اللي بيفوز، ويعني بيضيف بقى انجاز جديد طبعا لتاريخه. واكيد احنا اللي بنتمنى ان ده يكون، وخصوصا ان احنا برده مش تقليلا من نهضه بركان، بس نهضه بركان يمكن دي اول مره لي، ففي اكيد فرقه، في اكيد فرق كبير جدا بين الفريقين. فاحنا بنتمنى ان شاء الله انها تكون مش مباراه سهله على قد ما تكون مباراه حلوه، عايزين نشوف فيها كوره حلوه. والاهم يرجعوا بقى منتصرين أكيد. ان شاء الله ومرفوعين الراس كما هي عاده النادي الاهلي ولاعيبته الرجاله. طبعا مطلوب جدا من الجميع ان هم يركزوا بشكل كامل في مواجهه نهضه بركان، زي ما كابتن بيتسو موسيماني شخصيا قال اللاعبين كلهم نجحوا في مهمتهم في دوري ابطال افريقيا بعد ما تخطوا عقبه سان داونز في الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا وتاهلوا بالفعل لنصف النهائي. لكن زي ما كنا بنقول لازم ننسى اللي فات، لازم نقلب الصفحه ونركز في الخطوه المقبله امام بطل المغرب يوم الجمعه المقبل ان شاء الله.